السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح أعطيكم برنامج جدا 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 مهم لأصحاب الأعمال الروتينية اللي أنت كل يوم تشتغل على نفس العمل هذا بالضبط، أو أنك مثلا عندك لعبة تحتاج ضغط مستمر، يعني نفس الروتين نفس الضغط نفس الأشياء هذه أو إلى آخره، يعني عندك مشاريع عدة مشاريع. جدا مهم، راح أوريكم شلون فائدته. طبعا هذا البرنامج الان، هذا الموقع الرسمي حقهم. طبعا تحميله جدا سهل، بس نضغط على هذه ثم نضغط على هذه وتم التحميل بكل يعني سهولة. ما يحتاج لتنصيب ولا شيء، بس مجرد انك تفتح ما قمت بتحميله على طول اشتغل معك. طيب وش فائدة هذا البرنامج؟ راح أوريكم. أنا مثلا كل يوم مثلا أقوم بكتابة هذه، مثلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل يوم مثلا على سبيل المثال. طيب أنا راح أتعب بالشكل هذا كل يوم كل يوم كل يوم؟ هذا برنامج جدا يريحك، يسوي نفس اللي أنت سويته. الآن مجرد ما أقوم بالتسجيل، مثلا نفتح على المفكرة ثم أكتب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تمام، ثم أقوم بتحديدها وحذفها، تمام. راح نشوف وش يسوي. الآن نقفل التسجيل ونقوم بإعادة تشغيل ما قمنا يعني للتو ب يعني سوي نفس اللي أنت سويته قبل شوي. الآن يضغط هنا ثم يروح يفتح هذه ويكتب السلام، يكتب نفس. الآن أنا ما أضغط الماوس ولا أي شيء، هو الآن هو اللي يتحرك من نفسه كما تلاحظون. جدا برنامج جدا 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 جميل. طيب أنا أبغاه الآن، أول شيء يفتح لي على برنامج الرسام ثم يرسم لي أي رسمة بالشكل هذه، تمام، ثم يسكر الملف هذا عدم. ثم أقوم بإغلاق التسجيل. الآن راح نشوف وش راح يسوي، نفس الحركات اللي أنا سويتها للتو يقوم يسويها نفس الشكل. الآن طبعا أنا ما أحرك الفارة ولا أي شيء، هو الآن الجهاز هو اللي يحرك نفسه، تمام. طبعا لابد يصير فيه أخطاء بسيطة لكن ما يخالف، يعني أفضل من غيره. طبعا راح اشرح المكونات البرنامج هنا. اوبن، انا عندي مثلا حافظ مجموعه من الاشياء اللي قمت بتسجيلها في السابق. هنا مثلا اقدر احفظ المشروع اللي تو انا سويته، وهنا التسجيل، وهنا اعاده التسجيل اللي يعني تو سويته يعني. وهنا السرعه، ابغاه بطيء او سريع، او يعني نفس السرعه أو مضاعفة أو 100 ضعف. وهنا نقدر نكرر الشيء هذا عدة مرات، مثلا أبغى أكرر 100 مرة، 20 مرة، إلى آخره. طبعا أنا من الأشياء اللي أنا يعني صراحة يوميا أتعب معها صراحة عندي اللي هو المسودة هنا. تخيلون كل يوم لازم أسوي كذا، يعني سياسة يوتيوب جدا سيئة يعني، فأضغط بالشكل هذا يوميا بشكل يعني سخيف جدا. فأنا راح أخلي البرنامج هو يشتغل من نفسه. الآن بخلي البرنامج هو يشتغل من نفسه، أقوم إيش مثلا أسجل، تمام،
مبدئيا يعني نقوم بالعمل هذا يعني مبدئيا. مثلا عشان ما أطيل عليكم راح أكتفي بهذا القدر، ألغي التسجيل هنا. طبعا أنا الآن لما الآن أبغاه يشتغل هو من نفسه، فأقوم فقط بالضغط هنا. الآن تشوفون الآن الجهاز هو الآن يشتغل من نفسه ويريحني، بس كل ما عليك هو يعني احتساء كوب من القهوة أو احتساء كوب من الشاي ويعني تفرج عليه. يعني الآن هو يعني يقوم بالمهام هذه وأقدر أكرره كذا مرة. يعني المهم إذا كان مثلا التسجيل هذا عاجبني أقدر أحط سيف وأكتب أي اسم وأحط حفظ. حينما يعني أريد استدعاءه أكتب أوبن ثم اسم اللي أنا حطيت له سيف ويشتغل معي بكل سهولة. طبعا البرنامج هذا جدا جميل وأتمنى أنكم كلكم تجربونه، مجاني 100%، ويعني تجربة حلوة لو واحد يستفيد مثلا يخلي عنده تجربة جميلة في هذه. طبعا هذا من يعني تقريبا من أفضل البرامج، يعني هناك برامج بديلة ولكن هذا يعني نسخة أنا رأيتها من أفضل البرامج، لأنها مجانية بالكامل ولأنها عندها مستويات سرعة، وأيضا أهم ميزة هو التكرار، أقدر أخليه يكرر أكثر يعني من مرة. أتمنى أن الفيديو هذا نال إعجابكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.